أفاد مصدر فلسطيني بأن وفدا أمنيا مصريا وصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمالا، ومن المقرر أن يستكمل الوفد المصري لقاءاته مع حركة حماس لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وملف إعادة أعمار القطاع. وهذه ثالث زيارة يجريها الوفد الأمني المصري إلى غزة منذ وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوع. وينضم إلينا من القاهرة مراسلنا سمير عمر. سمير عمر، هذه المهمة التي يطلع بها الوفد الأمني المصري زيارة ثالثة في أيام قليلة، كيف يمكن تثبيت وقف إطلاق النار وكل اللقاءات المجدولة للوفد المصري مع قادة حماس؟ يعني كيف يمكن تثبيت إجراءات وقف إطلاق النار؟ هذه هي المهمة التي يسعى الوفد الأمني المصري إلى الوصول إليها وتحقيقها عبر زياراته المتبادلة والمتزامنة بين الإسرائيليين وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وليس بعيدا عن هذا السجال أيضا السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله. الوفد الأمني المصري يتجول بين هذه المحطات الثلاثة، سواء كان بذات التشكيل أو بتشكيل مغاير، بغية تنفيذ التكليف الرئاسي المصري الذي تم التوافق بشأنه عندما أعلنت قرارات وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. كيف يمكن بلوغ هذه النتيجة؟ هذا ما يبحث الوفد الأمني بشأنه، ولكن هناك يعني عدة محددات يسعى هذا الوفد للوصول إليها. أولا، التزام كامل من جهة إسرائيل بعدم التصعيد في أي وقت من الأوقات سواء داخل غزة أو في أراضي الضفة الغربية ورام الله. ثانيا، التأكيد على التزام الفصائل الفلسطينية بعدم إطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ثالثا، التأكيد كذلك على استعداد الطرفين، الفصائل والجانب الإسرائيلي، على أن تكون هذه الجولة هي محطة أخيرة في هذا الصراع المسلح، بغية تهيئة الأوضاع داخل فلسطين وداخل إسرائيل لانطلاق عملية تفاوض كامل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية. هذه المحددات هي التي وضعت من قبل القاهرة ووافق عليها الطرفان في إسرائيل وفي فلسطين، بهدف أن أولا وقف حقن الدماء الأبرياء بين الطرفين، وثانيا تهيئة البيئة المواتية لإطلاق عملية المفاوضات. حتى الآن ليس هناك ما يمكن وصفه باختراق في هذا المجال، ولكن على الأقل هناك خطوات لبناء الثقة بين الجانبين. مراسلنا سمير عمر مباشرة من القاهرة.